أظن عن ديج أظن عن ديج واسمع لك وسافة وحيف عن ديج ضيف قالت لي هم واحد يخون الضيف نهض لكن نهض مغضب وويلا والمشوم بيد السيف صار يبحث ويتنصت وإذا به يسمع صوت غطيط الغلام أنفاسهما وقد أنهكهما التعب عظم الله أجوركم تحسس في تلك الدار إلى أن وقعت يده على أحدهما جره ومن نومته أفاق مرعوبا قال من أنت قال أنا صاحب الدار ومن أنت قال أنا وأخي أولاد مسلم قال ويلكما سطر واحدا على وجهي قيل حتى تكسرت من أضراسي ونزفت الدماء على صدري قليت وعي يا عقلي هجمت علينا المنية ما شوف لنا يا بهالدهر نوم هنية كل ما طلعنا من بلايا شفنا بلايا نارتنا ويا الأهيال رحنا ضحايا ويا ريت ساقونا عليا ظهور المطار أهون علينا يا من السجن ظهر المطية عندها ضرب الثاني ورفسه وهو يقول أتعبت نفسي وفرسي في طلبكما طوال النهار وأنتما تبيتان في داري عظم الله أجوركم عندها ربطهم وأحكم قيدهم أين المنادون ومصيبته أين الصارخون ومسلمة شتفهم ومجتاف الموت لكن للصبح من صاير أخذهم للذبح وياه وطلعوا من هذيك الدار وويله نادى ابن وتدنى لي قال له يا غلام يا ولدي اعلم أني أجمع الأموال لي ولك بعدي من حلال الدنيا وحرامها وهذين الرأسين كل واحد منهما يزن 1000 درهم فخذ السيف واقطع رأسيهما دونك إياهما أنطأ إلى العبد سيفا أنطأ للابن سيفا وبيد سلم البتار قل روح واذبحهم ولا ترحم صغر سنهم من راح عرف جدهم ذنب السيف من يده ومن الدمع هماله نظرا إليه فزعين مرعوبين صاح أحدهما أما تخاف على شبابك من النار أدهشه هذا المنطق تعجب من منطق ذلك الغلام قال من تكون قالوا نحن أولاد مسلم بن عقيل نحن ذرية علويين ذرية رسول الله رمى السيف من يده وقال لوالده لا والله لا يكون خصمي رسول الله يوم القيامة عظم الله أجوركم عندها نادى عبده أنطال العبد سيفا وليهم من وصل عبده لما شافهم يبجون ذب السيف من يده
تعناهم هنوب وسطر واحد علي خديه ومصيبته أيوا مسلمة ويلي جاء اللعين شاهرا سيفه عندما نظروا أطفال صغار إلى بريق السيف يلوح على رؤوسهم فزعا وقال يا هذا بعنا في سوق النخاسي تظفر بشيء من المال قال لا والله بل آخذكما لعبيد الله بن زياد وآخذ رأسيكما قال إذن خذنا له حيان وخذ الجائزة ما شأنك بقتلنا قال لا والله حتى أقطع رأسيكما أتقرب بدماؤكما لابن زياد أين الصارخون ومصيبته استأذنا للصلاة عندما فرغا من الصلاة جاء اللعين ولزم الصغير جاء لو لزم جيده يعني مسكه من صدره جاء لو لزم جيده وحط سيفه على وريده اجا الثاني ولزم ايده لزم ايده يقل له خل اخويا يقوم ونذبحني بذاله لا طاقة لي ان تذبح اخي اذبحني قبله قال انكما مقتولين لزم الاخر رافعا سيفاه وقد كتف الصغير أهوى به على نحره الله أكبر ومصيبته وسيدا حتى فصل رأسه عن بدنه صار الجسم يضطرب تفحص يديه ورجليه ما تحمل الأخ خرع على عضيدي تلوى والدموع من الثرى ذاب قلبه من نظر لا يضطرب فوق الثرى جذب حسرة بثر حسرة والصدر فوق الصد يشعب قلب ينظرة والنتج في التس صاحوا يا وداعة الله وانا خويا على الاثر ينشعب قلبي من عاين هلا ودا جمهر حسين وحسين وحسين حسين وحسين والرجس مالان قلبه ولا رحم من الحال جذب سيفه وحز وريده وعفره فوق الرماء والعجوز تصيح نشبيد عليكم يا الاطفال والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالثرى جبتكم يا ولادي عندي ظنتي عندي نجا صرت يا ولادي سببكم وجلبتكم للماما روسكم راحت هدية والجثث وسط الفرا روسكم راحت هدية والجثث والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالثرى خالكم مذبوح وامكم ركبوها على الهزيل خالكم مذبوح وامكم ركبوها على الهزيل والابو مسلم عقب عينه يجرون بحبيب والابو مسلم عقب عينه يجرون بحبيب والمدينة من أهلها خالية وخال النزيل
والدتكم ريتها تعاين جثثكم بالثرى والدتكم ريتها عاين جثثكم